جميعا في مصر، أرض الحضارة والتاريخ، أرض الثقافة والفنون، أرض السلام والأمان. بنرحب بحضراتكم جميعا من قلب القاهرة، من ميدان التحرير، وبالتحديد من أمام المتحف المصري في التحرير، في حدث تاريخي فريد، موكب المومياوات الملكية. Our valued viewers all over the world, welcome to Egypt, the land of history and civilization, the land of art and culture, the land of peace and security. From the heart of Cairo, from Tahrir Square, with this magical, breathtaking backdrop of the Egyptian Museum, we welcome you all to a unique and historical event, the Golden Pharaoh's Parade. Kindly note that you can follow us in Arabic on Audio Channel 1, on English in Audio Channel 2, and in French on Audio Channel 3. السيدات والسادة، ضيوف مصر الكرام، أبناء مصر الفخورين بهذا الحدث الجليل. النهاردة العالم كله منتظر بلهفة كبيرة وشغف شديد المفاجأة اللي مصر محضراها، لأن مصر دايما بتبهر العالم بأحداث بتفوق كل التوقعات. شعب قوي بيواجه أصعب التحديات وبينجح دايما إن هو يحقق اللي بيصمم عليه. حدث النهاردة حدث تاريخي، حدث فريد بالفعل، هيفوق كل التوقعات، لأنه حدث من الصعوبة أنه هو يتكرر في أي مكان تاني غير في أم الدنيا مصر. النهاردة مصر هترجع بعجلة الزمن آلاف السنين، وفي عصر التكنولوجيا والسرعة هتعيد علينا مشهد مذهل من قبل التاريخ بزمان. دي مش قصة خيالية، لا ده واقع مصر بتحققه على أرض الأمجاد وأرض المعجزات. احنا حقيقي في سنة 2021، لكن احنا كمان على وشك مشاهدة موكب ملكي عمره من عمر الزمن. هنشوفه بعنينا، موكب مبهر ب 22 موميا لملوك وملكات مصر القديمة. مصر بتجهزهم لرحلة واحتفال اسطوري في مشهد بتحيي فيه التاريخ من جديد، ولكن في عصرنا الحديث بكل ما فيه من سرعة وتطور وتقدم. مصر بتحيي التاريخ من جديد علشان الحاضر والعالم يشهد على عظمة مصر والمصريين المستمرة جيل ورا جيل. احنا النهاردة منتظرين مع حضراتكم موكب مومياوات جدودنا، ملوك وملكات مصر القديمة، بيستعدوا لرحلتهم الذهبية والأخيرة من المتحف المصري في التحرير للمتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط. هذا الموكب هيبدأ من هنا، من المتحف المصري في التحرير. زي ما حضراتكم عارفين، المتحف المصري في التحرير تم افتتاحه في سنة 1902. بيتضمن هذا المتحف أكثر من 100,000 قطعة أثرية، ولحد النهاردة بيعتبر واحد من أهم وأشهر المتاحف في العالم كله. احتضن هذا المتحف هذه المومياوات الملكية لسنوات طويلة، واحنا حاليا من قدام المتحف المصري في التحرير بنشوف مع حضراتكم الاستعدادات الكبيرة جدا لهذا الموكب الذهبي الملكي اللي العالم كله بينتظره النهارده. النهارده معانا اكتر من 400 صحفي ومراسل وكمان قناة تلفزيونية من كل انحاء العالم، كلهم متواجدين هنا في هذه اللحظة علشان كلهم يغطوا هذا الحدث التاريخي الفريد اللي مش ممكن نشوفه في أي حتة غير على أرض مصر. شايفين مع حضراتكم دلوقتي يمكن عناصر هذا الموكب كلها بتصطف، كل واحد في مكانه استعدادا لمرور 22 موميا ملكية لأجدادنا العظماء اللي أسرارهم لغاية النهاردة بتسحر العالم. الموكب هيبتدي من المتحف المصري من التحرير، هيمر في شارع العلم، هيستقبله الكباش في ميدان التحرير وهنشوفه في أبهى صوره بعد ما تم تجديده، ومن على كورنيش النيل يصل الموكب إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في موكب عظيم ومهيب. طبعا النهارده ال 22 موميا اللي احنا هنشوفهم مع حضراتكم، معظم هذه المومياوات الملكيه اللي هتتنقل تم اكتشافهم في خبيئتين في الاقصر، خبيئه في الدير البحري وخبيئه في وادي الملوك. في سنة 1881 اكتشفوا خبيئة الدير البحري في غرب الأقصر جوه مقبرة في قلب الجبل، أما الخبيئة الثانية فدي اكتشفوها بعدها في سنة 1898 في وادي الملوك، ودي اللي كان فيها مقبرة أمنحتب الثاني. النهاردة كلنا طبعا عايزين نتعرف أكتر على هؤلاء الملوك والملكات. معانا 18 ملك وأربع ملكات. في مقدمة هذا الموكب الملكي الأسطوري موميا للملك سقن الرع. الموميا دي ليها أهمية كبيرة جدا لأنها من أقدم المومياوات. الملك سقن الرع
هو اللي بدأ حرب التحرير ضد الهكسوس قبل ما ابنه الملك أحمس يكمل مسيرته ويعمل كمل هذه الحرب ضد الهكسوس، لدرجة ان ناس اطلقت عليه لقب قاهر الهكسوس. الملك سكن الرعب يعتبر هو كمان اللي أسس الدولة الحديثة اللي باقي الملوك والملكات في الموكب النهاردة بينتموا إليها. معانا كمان موميا مهمة جدا للملكة أحمس نفرتاري. أحمس نفرتاري هي الزوجة الإلهية لأمون. الملكة أحمس نفرتاري كانت من الملكات المصريين القدماء، فضلوا يقدسوها لمدة طويلة جدا بعد وفاتها، مش بس هي كمان ابنها الملك أمنحتب الأول. أما الموميا بقى القادمة دي موميا ليها شهرة كبيرة جدا، مفيش حد بيسافر الأقصر غير لازم يزور المعبد بتاعها في الدير البحري، طبعا هي الملكة حتشبسوت. معبدها بيعتبر معجزة فنية بمعنى الكلمة. ناس كتير يمكن ما تعرفش إن الملكة حتشبسوت كان ليها اهتمام خاص جدا بالرحلات التجارية، وبالذات بلاد كان اسمها بلاد قونط. يمكن محدش يصدق اللي احنا شايفينه النهارده، هذا الموكب المهيب وهؤلاء الملوك والملكات العظماء والعظيمات، ولكن دي بالتاكيد معجزه صعب انها تحصل في اي مكان في العالم، ولكنها النهارده تحصل على ارض مصر. الموكب موكب كبير وهيستمر في ابهارنا، وفي عدد كبير من المومياوات الاخرى. في موميا لملك قوي وشجاع، هي موميا الملك تحتمس الثالث. معظمنا يعرف ان هو من اهم الحكام في تاريخ مصر، وده بسبب عبقريته الحربية وكمان براعته العسكرية. معانا كمان الحقيقة اتنين من المومياوات اللي محتاجين ان احنا نتكلم عليهم في نفس الوقت، موميا الملك أمنحتب الثالث وموميا الملكة تي زوجته الملكية العظمى. الملك أمنحتب الثالث كان مهتم جدا ببناء المعابد، ومصر عاشت في رخاء وفي استقرار طوال فترة حكمه. الملكة تي أنجبت له الملك أمنحتب الرابع اللي معظم الناس بتعرفه أكتر يمكن باسم إخناتون. أما بالنسبة للموميا اللي جاية فهي لموميا الملك تحتمس الرابع اللي ليها قصة غريبة شوية. هي إن الملك تحتمس الرابع شاف أبو الهول في الحلم أو في المنام، طلب منه إن هو يشيل الرمال من على معطية جسمه، وفي مقابل وعده ان هو يديله مكافأة وهو ان هو يوصل لعرش مصر. بعد كده الحلم فعلا اتحقق، والملك تحتمس الرابع حكم مصر بعد ابوه الملك أمنحتب الثاني. عشان كده الملك تحتمس الرابع كتب القصة دي على لوح من الحجر لغاية دلوقتي موجود عند صدر تمثال أبو الهول في الجيزة. بالتأكيد هو موكب مذهل، وهذا الموكب بينقلنا لأقواء ليها قدسية وهيبة ملكية، عبق تاريخ عظيم ومشرف. ما زلنا مع حضراتكم ومع ملوك وملكات مصر القديمة مستمرين في موكبهم المهيب العظيم ورحلتهم الذهبية، وكمان مستمرين في إبهار العالم كله. عدد كبير لسه معانا من المومياوات. معانا موميا الملك سيتي الأول صاحب أجمل مقبرة في وادي الملوك، مقبرة منحوتة في قلب الجبل بدقة حرفية عالية جدا. نقوش معبده اللي موجودة في أبيدوس شيء برضو خرافي من الخيال، وده أبلغ شاهد على براعة الفنان المصري في الدولة الحديثة. حقيقة الموكب كمان في اثنين من أشهر المومياوات، موميا الملك رمسيس الثاني وموميا الملك رمسيس الثالث. الملك رمسيس الثاني ملك مصر العظيم، حكم مصر مدة طويلة جدا حوالي 67 سنة بعد والده الملك سيتي الأول. والملك رمسيس الثاني عمل أول معاهدة سلام موقعة في تاريخ البشرية، وطبعا مش ممكن نحنا ننسى معبده العظيم في أبو سمبل، وللعالم كله بيتابع معجزة دخول شعاع الشمس جواه في نفس المعاد كل سنة في شهر فبراير وأيضا في شهر أكتوبر. أما المعبد نفسه من الداخل فكل الجدران الحقيقة منقوش عليها مناظر وصور معركة قادش طبعا المعروفة للجميع. ملك رمسيس الثالث فده كان تاني ملوك الأسرة العشرين، كان من أعظم الملوك في تاريخ مصر لأن هو قدر أن هو يحمي مصر من غزو شعوب البحر، وفي غرب الأقصر بنى معبد هابو الشهير اللي بيعتبر من أكثر المعابد المكتملة وكمان من أكثرها جمالاً.
حقيقة واحنا واقفين هنا مع حضراتكم قدام المتحف المصري العظيم صاحب التاريخ العريق في التحرير، هذه هي نقطة البداية لرحلة مومياوات أجدادنا ملوك وملكات مصر القديمة. بنعيش الحقيقة والخيال في نفس اللحظة. الرحلة الذهبية للأجداد قادمة مسافة طويلة من عاصمة مصرية قديمة في الأقصر، بتقطع آلاف الأميال عبر آلاف السنين. والنهاردة ودلوقتي الكل مستعد لاستكمال الجزء الباقي من هذه الرحلة الأخيرة قبل محطة الوصول النهائية في المتحف القومي للحضارة المصرية، وهو المكان اللي هتستقر فيه المومياوات الملكية، وده استعدادا لاستقبال الزوار من كل أنحاء العالم ليشهدوا من جديد على عظمة حضارتنا وجمال بلادنا وقوة أجدادنا. مسيرة ممتدة وسنوات طويلة وحضارة عريقة، سنين جدير وملوك أكتر معانا النهاردة لسه هنلقي مزيد من الضوء عليهم أول ما نوصل هنا وتنطلق هذه الرحلة من متحف المصري في التحرير ليصل إلى متحف الحضارة في الفسطاط. مصر والتاريخ توأمان متمثلان في كل شيء. مصر مهد أرض الحضارات. في مصر اتولد التاريخ والحضارة البشرية من آلاف السنين. حكايتنا هي حكاية حضارة عظيمة وباقية لم ولن تتكرر. بدأت على ضفاف نهر النيل، نبع الخير في أرض الخير من سنين كتير ملهاش عدد. حضارة من أعظم وأقدم الحضارات الإنسانية، اتطورت اتقدمت صمدت في وجه الزمن. مشاهدينا في جميع أنحاء العالم، أهلا بكم في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، واللي بيفتتحه النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باستقبال ال 22 موميا الملكية اللي بيتم نقلهم من المتحف المصري في التحرير وصولا لنا هنا في المتحف القومي للحضارة المصرية. Ladies and gentlemen who are watching us around the world to follow the huge Pharaoh's Golden Parade, kindly be noted that the Arabic language is available on audio channel 1. For English, kindly check audio channel 2, and the French is available on audio channel 3. Chers téléspectateurs du monde entier, afin de poursuivre le programme de l'événement de la Parade Dorée en arabe, merci de choisir la chaîne audio 1. Pour la langue anglaise, la chaîne audio 2. Et pour la langue française, la chaîne audio 3. ما فيش شك ابدا ان الفضل الاكبر في استمرار حضاره المصريين وصولها لينا بهذا الشكل المدهش اللي لسه لحد النهارده بيبهر العالم كله بيرجع لايمان المصري القديم بالعمل كقيمه عظمى في حياته الاولى وحياته الثانيه الابديه. الانسان المصري العظيم صاحب ومشيد هذه الحضاره الفريده بحب العمل وإتقانه، الدأب، بالصبر، الصمت، الهدوء، الحلم، بتحمل الشدائد، بالإيمان والتسامح. المتحف القومي للحضارة المصرية بيضم كل مظاهر الثراء والتنوع اللي اتمتعت بيها الحضارة المصرية خلال مختلف العصور. زيارة المتحف هتكون بمثابة فرصة حقيقية لكل المجتمع المصري وأيضاً للزائرين الأجانب إنهم يكتشفوا أسرار كتير عن إنجازات الإنسان المصري في مجالات الحياة المختلفة منذ فجر التاريخ ولحد النهاردة. الحقيقة نقاعات المتحف متعددة، ولكن يأتي في مقدمتها قاعة العرض المركزي واللي بتركز على أهم إنجازات الحضارة المصرية على مر العصور، بداية من عصر ما قبل التاريخ مرورا بالعصر الفرعوني اليوناني الروماني الإسلامي وصولا للحديث والمعاصر. قاعة عرض المومياوات أيضا واحدة من القاعات المهمة واللي بمجرد دخولها بينتقل الزائر تلقائيا لأجواء وادي الملوك في الأقصر، أو بمعنى أدق الزائر بيشعر بأنه سافر عبر الزمان والمكان. وادي الملوك
مشاهدينا في كل العالم، يصل الآن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك لبدء مراسم الافتتاح، افتتاح المتحف، وتبدأ بعد قليل الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق الموكب، موكب المومياوات الملكية. هيكون في استقبال سيادة الرئيس السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، السيد خالد العناني وزير السياحة والآثار، السيد أودري أوزولاي مدير عام منظمة اليونسكو، والسيد زوراب بوليليكاشفيلي أمين عام منظمة السياحة العالمية. السيد أودري أوزولاي مدير عام منظمة اليونسكو. السيد زوراب بوليليكاشفيلي سكرتير عام منظمة السياحة العالمية. وإن شاء الله يكون عند حسن ظن سيادتك، وكل دول العالم بتشاهده دلوقتي، أكثر من 60 دولة. إحنا هنا في المتحف، المتحف من مبنيين، هو مبني على مساحة 135 ألف متر مربع، ده المبنى الأول، مبنى الاستقبال. ده مبنى ثقافي خدمي في مطاعم وكافتريات، بعد إذن حضرتك كنت وجهت بإنشاء مصنع للمستنسخات الأثرية. تم افتتاحه يوم السبت الماضي، ودي قطعة نموذج لتوت عنخ آمون وهو بيصطاد، وفيها رمزية أنه بيحاول يقتل الشر عشان يأسس دولة قوية. فلقينا دي أنسب حاجة ممكن نقدمها لسيادتك، ودي التذكرة رقم واحد، لأن الأول مرة في مصر في دلوقتي حجز بمنصات إلكترونية، ودي التذكرة رقم واحد في مصر في موقع الآثار المصرية، وده البازار الرسمي بتاعنا لهذا المصنع. اتفضل يا فندم. المبنى ده ثلاث أدوار. اتفضل. في مسرح، في سينما، في قاعة اجتماعات، في قاعة محاضرات، في مطاعم، في كافيتريات، في فصول للتربية المتحفية، في جراج يشيل 550 عربية و60 اتوبيس، في ترجمة فورية بالإنجليزي والفرنساوي لهم الاثنين.
احنا دلوقتي بنغادر مبنى الاستقبال، بندخل على مبنى المتحف، بنلاقي التذاكر على اليمين، ومن النهارده بيشتروا اونلاين خلاص التذاكر. هنا بيسيبوا الامانات على الشمال، ده ممر معدني بيربط المبنيين ببعض. احنا هنا في الفسطاط، اول عاصمه لمصر الاسلاميه واول عاصمه اسلاميه في افريقيا كلها. فلما بداوا هنا حطوا حجر الاساس سنه 2002، عملوا حفاير لمده سنتين، وبالفعل طلعوا قطع اثريه من المنطقه. وهنا على شمالنا في مصبغه حتى هي الوحيده اللي موجوده في مصر من العصر الفاطمي. دلوقتي نتوجه للمبنى بتاع المتحف. ده برضو عباره عن 3 ادوار. تحت الارض في اكبر مخازن ومعامل ترميم اثار في مصر. الدور الارضي للاداره واستقبال الاثار ومركز للتدريب. ثم الدور العلوي اللي احنا فيه قاعات العرض المتحفي. دي قاعه العرض المؤقت على الشمال، كانت مدير عام اليونسكو السابقه، افتتحتها عام 2017. هنخش دلوقتي القاعه المركزيه. ده شعار على اليمين، ده شعار المؤتمر. كل حاجه طبعا هندرسينها، اللون والاسم والرمزيه الدينيه بتاعتها، عشان الموكب يعني العالم كله بيتابعه ان شاء الله. اتفضل. النهارده حضرتك هتشرفنا بافتتاح قاعتين. قاعه المركزيه وهي قاعه مساحتها 2300 متر مربع، بتوري كل الحضاره المصريه منذ عصور ما قبل التاريخ حتى يومنا هذا، حتى التراث الشعبي اللي موجود معانا غدا. دي مدخل النواه الملكيه، كانها مقبره موجوده في العالم الاخر. بننزل تحت بنلاقي الحيطان سودا كانه في العالم الاخر، وبنعرض المومياوات بطريقه محترمه جدا، لائقه جدا. المومياء وبجانبها التابوت اللي تم اكتشافها فيه وبعض القطع الاثريه المرتبطه بيها. احنا الافتتاح النهارده، لكن احنا محتاجين 14 يوم بس نشتغل على المومياوات، هنفتحها للجمهور 18 ابريل ان شاء الله، بس هي جاهزه. القاعه المركزيه مفتوحه للجمهور من بكره الصبح ان شاء الله. قاعه جميله جدا، مساحتها 2300 متر مربع، فيها اكثر من 1500 قطعه اثريه. متاحف الحضاره ما بتكونش اثار فقط، هي اثار وماكتات ومستنسخات وافلام وشاشات تفاعليه. فعشان كده استخدمنا التكنولوجيا الحديثه فيها. هنا دي الحلقه اللي بتفصل العالم الاخر اللي هو تحت بالقاعه المركزيه. دول المومياوات اللي هيتنقلوا دلوقتي، دول الملوك العظام اللي كتبوا التاريخ البشريه. عشان كده العالم كله النهارده في حاله توقف، كله بيشاهد معانا على الهواء الحدث الضخم ده. وعلى الارض بنحط صور لوادي الملوك كانه دخل المقبره، وكاننا داخلين المقبره، بيديله احساس كامل ان هو داخل وادي الملوك ومقابر الغرب الاقصر الشهيره. ودي مجموعه من التمائم والقطع الاثريه اللي تم اكتشافها حول المومياوات. اما القاعه المركزيه نفسها هي عباره عن ايه؟ احنا بنمشي فيها عكس عقارب الساعه، بنبدا الاول بعصور ما قبل التاريخ. بنجد مثلا واحد من اقدم الهياكل العظميه اللي موجوده في مصر، كان من محافظة سوهاج، عمره أكثر من 30,000 سنة. عندنا حجر الذران وسكاكين والأدوات اللي كانوا بيستخدموها بترجع لمئات الآلاف السنين. عملنا تشبيه، ده متحف حضارة مش متحف أثر فقط، للمغارات اللي كانوا بيعيشوا في الجبل. ثم هنحكي مواضيع، موضوع الزراعة، موضوع المرأة، موضوع الأمومة، موضوع الجيش، موضوع الكتابة، موضوع المساحة، كل موضوع بنحكيه. إلى حد ما الجانب الأيمن هو جانب لتاريخ مصر القديم، ثم بننتقل بعد كده للعصرين اليوناني والروماني، المسيحي، الإسلامي، قطع يهودية، وبننتهي بالتاريخ الحديث والمعاصر. فبلاقي قاعة في النص، وده تنوع مصر، دي قوة مصر، إن بلاقي معبود مصري قديم، المعبود خنسو، وبلاقي معبود يوناني جنبيه، أعمدة يونانية بعضها استخدم مرة تانية في العصر المسيحي، بلاقي الفسيفساء بتاعت اسكندرية، بلاقي منبر اسلامي، بلاقي الخديوي اسماعيل، بلاقي تراث مصري، اللبس الفلاحه والفخار بتاع الخمسينات والستينات. هي دي مصر، ده النسيج المتكامل بتاع المتحف، هو مختلف، هو الوحيد من نوعه في مصر والشرق الاوسط. وحضرتك تسمح لي هنعمل جوله سريعه بين الفضل. ده باب خشب في الوش عمره اكتر من 4500 سنه. هنا بنوري الذران ازاي كانوا بيستخدموه. الهيكل العظمي ده عمره اكتر من 30,000 سنه، تم اكتشافه سنه 1980 في محافظه سوهاج. هنا كل الفترين، هنا حاجه اسمها حضاره نقاده في محافظه قنا، دي الالفيه الرابعه قبل الميلاد. ازاي عملوا الفخار، ازاي عملوا الصليات، الزراعه مصر برعت فيها، صومعه، المنجل، الفأس، ده مساح كان قدامه حبال، ولقينا الحبال قدامه بالفعل. فبيورينا ازاي ان هو كان بيستخدم عشان يقيس الاراضي الزراعيه. الخبز وصناعته، العماره كيف برعنا فيها،
ازاي عملوا انهم يعرفوا يعملوا الزوايا، ازاي يعملوا الخط الافقي والخط الراسي، وحطينا تمثال لسلموت المهندس العبقري للملكه حتشبسوت. الامومه وكيف لعبت الام دورا اساسيا في الحضاره المصريه القديمه. هنا بعض صولجانات الخاصه بالحكم، العنخ والجد والواص، الحياه والثبات، كلها حاجات. وهتلاقي دايما في خليط، ممكن نحط حاجات فرعوني ثم حاجات يوناني ثم حاجات اسلامي ثم حاجات مسيحيه. بعد كده بنتقدم بنشوف النسيج، فترينا كامله للنسيج، ازاي برعوا في النسيج، ازاي كان عندهم معبودات خاصه بالنسيج، ورش النسيج. والطريف ان جوه الورشه كلهم سيدات، كل اللي بيشتغلوا في ورشه النسيج كلهم سيدات. دي الالوان اللي كانوا بيستخدموها، ده الكتان من العصر الفرعوني، دي سيدات لابسه نماذج مختلفه من الملابس الملونه. الكتابه، خدنا تطور الكتابه، خدنا نص هيروغليفي ونص هيراتيقي وبدايه الكتابه. مجموعه من المعبودات من الاسره 18. هنا الحساب، كان عندهم اله للمعرفه والحساب، الاله جحوتي، وجنبه الادوات الكتابه بتاعته، ازاي بيستخدموا انواع الكتابه ايه، والريشه اللي بيستخدمها والادوات اللي بيستخدمها. دي خيمه جنائزيه معموله من الجلد عمرها 3000 سنه، كانوا بتستخدم في الموكب الجنائزي. كرسي للملكه حتبحرس من الاسره الرابعه، والده الملك خوفو بني الهرم. ازاي قدروا يعملوا حاجه تحتفظ بالوانها على مدار 3000 سنين؟ اعظم محاربي العالم القديم على الاطلاق تحتمس الثالث، اللي وصل بمصر امبراطوريه من نهر الفرات شرقا الى الجندل الرابع جنوبا. كنز من كنوز المتحف هي مجموعه سنجم، مقبره اكتشفت كامله بمحتوياتها سنه 1886 في منطقه دير المدينه غرب الاقصر، بالتابوت، بالتاويد بتاعته وبتاعت اسرته، بالاقنعه الجنائزيه، بالفخار، تماثيل تانيس الشهيره، جبنا تمثال منهم جاي من صان الحجر، اتنقل عده مرات وانتقل اخيرا صان الحجر. تمثال رائع من العصر المتاخر للمعبوده حتحور وهي بتحمي بسمتك. ده التابوت الخارجي من مجموعه سنجم. اخناتون، اول موحد في العالم، اول من نادى بالتوحيد فتحها، بنكتب اناشيد اخناتون. ده هنا بنتكلم كان عندنا واحد وحد الكون، وحد الالهه كلها من الاسره ال 18. شاشات تفاعليه بتقدر لاول مره بنشرح مين هي المعبوده، ايه هو المنظر، وبعدين نرجع تاني لو هو عربي يقدر ان هو يتعرف على ماعت النظام الكوني. ماعت هي سر نجاح الحضاره المصريه، هي الحق، هي العدل، هي المساواه، هي النظام الكوني. كان الفرعون له وظيفه واحده على الارض، اقرار الماعت، ويحارب الاسفت الشر اللي هو احنا شفناه بره توت عنخ امون بيحاول يحاربه. عجله حربيه للملك تحتمس الرابع، اساس جنائزي من مجموعه سنجم. كل ده بيحكي العجله الحربيه كانت بتستخدم ازاي، بنوري الاطفال وبنوري الزوار ازاي كانت العجله الحربيه بتستخدم عشان يبقى فيها جزء تعريفي. مجموعه مجوهرات رائعه عمرها 4000 عام، جايه من منطقه فيوم، الفيوم، من منطقه هواره في محافظه الفيوم، حاجه من اروع ما يمكن. المدير العام يونسكو شافت الصور امبارح وابدت اعجابها الشديد بالمجوهرات وقالت لي ان ممكن كبار مصممي الفن العالميين يجوا يتعلموا منها ويقلدوها ويعملوا منها قطع مجوهرات حقيقيه. الموسيقى، الموسيقى بالهارب، بالعازفين، كل الطقوس مصر كان يصاحبها الموسيقى، المرأة والاهتمام بالمرايات وأدوات الزينة. مجموعة من المعبودات، مصر فيها شواطئ، فيها النيل، كان المركب طبعا حاجة أساسية في الحضارة المصرية القديمة. السلال اللي كانوا بيستخدموها من مختلف العصور. وهنا الطب، ده طرف صناعي، طرف صناعي من الجلد عمره 3000 عام، وبنحكي للناس ازاي اتعمل الطرف الصناعي وازاي كان بيحطوه على الجسم وازاي بيمشي بيه. كان في اله للطب امحطب اللي هو باني هرم زوسر في سقاره، ادوات الجراحه. الهدف ان احنا نوري كبسوله من الحضاره المصريه كيف برعت في كل مقاييس. الساعات، كان عنده نوعين للساعات، الساعه المائيه اللي هي موجوده هنا والساعه الشمسيه. هناك الاوزان كلها بالميزان، ازاي كان بيوزن عشان يحاسب يحسب كل حاجة. ثم بنبدأ نرجع في العصور المتأخرة، بنقرب هنا دلوقتي على العصور اليونانية والرومانية. نسيج مصر وجمالها، دول ثلاث بتاتين ورا بعض. هنا عندنا برديات يوناني وعملات يوناني، اللي بعدها نسيج قبطي وعملات بيزنطي، اللي بعدها نسيج اسلامي وعملات اسلامي. ده تابوت تم استرجاعه من المتروبوليتان ميوزيوم في الولايات المتحده سنه 2019،
كان خرج من مصر بشهادة مزورة سنة 1971 وتم رجوعه إلى مصر عام 2019. فبنحطه هنا، وإحنا طبعا كنا سعداء بالخطوة اللي خدوها الأمريكان، ونتمنى كل دول العالم اللي عندها أثار مصرية أو لحضارات أخرى أنها ترجع بلادها لو خرجت بطريقة غير شرعية. ثم بنخش هنا على العصر الإسلامي، جزء من قصر الأبلق، جزء من مشربية، ثم بنوري هنا خليط رائع. اللقطة دي هي بتمثل الحضارة المصرية، خرجنا من الفرعوني واليوناني الروماني عشان نلاقي هنا حنية من بويط من الواحات، وراها صندوق توراة يهودي، وراها الأباريق والمشكوات الإسلامية والخزف الإسلامي اللي بيشبه اللون المذهب. ده منبر من مسجد أبو بكر المزهر، كان موجود في مكانه في حالة جبناه هنا عشان يبقى يتعرض بحاجة بشكل لائق، شغل التكفيت. الأبواب الإسلامية بالأشكال النجمية، الأطباق النجمية اللي مرسومة عليها العصر المملوكي، كراسي صناديق مصحف كبيرة، الاسترلاب، حطينا في النص الخديوي إسماعيل، حطينا طلعت حرب، بورتريه لمحمد علي الملك فؤاد الأول، عملنا مكتات نوريهم شكل الحضارة المصرية، حاجات موجودة السياح يشوفوها، السبيل بتاعنا شكله إيه، الكتاب اللي بيكون موجود فوقيه شكله إيه. المحمل لما كانت الكعب بيطلع المحمل على الجنان من عهد الكعب، وده الجراب الحاجات الموجودة بيننا الأبائي المحليين. This piece being al-mahmal, which is the cloth that beautifies al-Kaaba. Here, this is the key to the Kaaba and its enclosure. Here we have mahalawi jugs, the costumes of Egyptian peasants from Siwa, from the Bedouin areas, and they are holding hands. Of course, we're very proud of this heritage. Here, this is the pottery manufactured in Fustat up till now. These are miniatures starting from Zainab Khatun to Sultan Hassan to Dr. Hassan Fathi's work, Ramses Wissa Wasif, and the great artist Mahmoud Mukhtar. So, in a capsule, we try to display what Egyptian civilization has been like since prehistoric times. It will be open to the public as of tomorrow. And here starts our surprise. The whole of the mummies. And I hope that this will be a very good step for the awareness of our future generations of their great civilization. Our dear viewers worldwide, we are still, we lost sound. Sorry for the interpretation, we lost the sound. We lost the sound. However, here in the National Museum for Egyptian Civilization, they will be displayed for all visitors from everywhere worldwide in a fashion befitting their status, using the modern techniques that will preserve their
monumental state. Today, in order to be up to the responsibilities, we, the previous ancestors of the first, we have to continue the journey of our grandparents. We have to continue their legendary and heritage. We have to preserve them. We have to protect them, because this is our history and our civilization, which is until this moment dazzles and impresses the whole world. Indeed, His Excellency the President took his tour in one of the most important halls in the museum, which is the central hall, where he toured around many of the rare historical monuments that are showcased in the Egyptian Civilization National Museum in Al-Fustat. The museum lies in Al-Fustat city, and I would like to elaborate further on this city, which is also one of the most important monumental sites and more oldest. Al-Fustat city was set up by Amr ibn al-As in 640, which is the first capital in the Islamic era, in the center of Cairo, which by the road to the pyramids, which actually encompasses so many edifices such as the Hanging Church and the Jewish Ben Azra Synagogue and all of those monumental landmarks, will be coupled with the Egyptian Civilization National Committee, which is very important because it encompasses all the richness of the Egyptian civilization throughout the eras, starting from prehistory until to date. Visiting the museum will be an opportunity to all the Egyptian community, as well as the foreign visitors, our guests, in order to explore several mysteries about the Egyptian person's achievements in different wakes of life since the dawn of history until to date. Models, photos, manuscripts, oil paintings that dates back to the Pharaonic Stone Age, Coptic Arabic era, until we reach the modern era. All of this will be showcased in this new museum. The rooms of the museum is multiple, on top of which is the central display room that highlights the achievements of the Egyptian civilization throughout the different eras, and also the Mummy's display room is one of the most important halls, which will showcase the Egyptian mummies of kings and queens. And this room actually provides the visitor with a sense of the Valley of Kings, where those mummies had been discovered, coupled with the explanation to how all the ancient Egyptians practiced mummification. And now we go to the Tahrir Square, in particular to the Egyptian Museum, in order to follow up on the last preparations before the inauguration or the launch of the Royal Mummies Parade. Today, NMEC, National Museum of Egyptian Civilization in Fustat, is officially inaugurated by His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi. The Egyptian Museum in Tahrir was inaugurated in 1902. For so many years, people visiting Egypt had the dream of visiting the pyramids, Sphinx, the different temples. They go back to their countries and tell all about this magnificent civilization that still baffles humankind. This civilization, ancient Egyptian civilization, was the pioneer of civility. It knew before anyone how to build a strong state, the foundation of which is science, knowledge, and faith.
In a few moments, the parade will be launched. The streets of Cairo are waiting. The golden parade of the royal mummies, the once in a lifetime event taking place on the land of Egypt, the great Egypt with the greatest civilization that was the gift to the to all mankind. The parade will start within moments, and the National Museum of Egyptian Civilization is all set and ready to receive the royal mummies. The golden parade of royal mummies is made up of 18 mummies for kings and 4 mummies for queens. Amun Hotep second, third, Ramses second and third, fourth, fifth, sixth and ninth, Siti the second, Meremteh Sebteh, Queens Hatshepsut, Ahmus, Nefertari, Ti, Meret, Amun. Those are the royal mummies that will be heading from the Egyptian Museum in Tahrir to NMEC in Al Fustat. His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi, President of Arab Republic of Egypt. Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt. Long-awaiting event that is being followed with passion, passion with Egypt history, with its civilization and gloriousness, passion with its past and present. The work that is taking place on the territory of Egypt is stands as a testimony to what is taking place, as a sign to the state's efforts in order to restore and showcase the Egyptian monuments, that simultaneously goes hands in hands in the other mega projects. And at the same time, Egypt is building state-of-the-art museums such as this edifice that we are standing in.
Egyptian Civilization National Museum, which is one of the most important museums worldwide, that is designated to only one civilization. Today is going to receive 22 royal mummies under the auspicious and presence of His Excellency Abdel Fattah al-Sisi, 22 royal mummies that are going to take their last and final golden trip from the Egyptian Museum in Tahrir Square in order to rest at its final destination, which is the Egyptian Civilization National Museum in Fosat. Those are grandiose efforts that had been taking place by the state of Egypt, and today we are reaping the fruit of those efforts. قد ايه كان المصريين القدماء عظماء، قد ايه كان علمهم قوي، معرفتهم بلا حدود وذكائهم خطير جدا. كل اللي عملوه ده والتاريخ طفل بيحبي. المحتب المهندس المصري العظيم الوزير وكبير الكهنه واللي اصبح اله للطب بعد كده، هو اللي صمم وبنى المجموعه الجنائزيه دي من 4700 سنة فاتوا، 2700 قبل الميلاد، عشان يكون أول وأقدم بناء معماري حجري في التاريخ. بعد توقف دام 6 سنوات بدأ العمل مرة تانية على ترميم هرم زوسر ليعود لهيئته المهيبة ويتم افتتاحه في 5 مارس 2020. أطعم الخبز لمن لا حقل له، واترك وراءك أثرا طيبا يبقى أبد الدهر. الأثر اللي سابه لنا المصريين من 4400 سنة وهنشوفه دلوقتي هو مقبرة وحدي اللي اتحفرت جوه الجبل 300 سنة بعد هرم زوسر، والاكتشاف وإعداد المقبرة اللي هتشوفوها دلوقتي كان في ديسمبر 2018. إحساس لا يوصف لما تدخل المقبرة وتشوف دقة النقوش والألوان. 65 تمثال منحوت في الجبل. احنا شايفين ان المقبرة دي مقبرة عائلية. احنا بنتكلم على عمق 10 متر تقريبا، بنتكلم على 3 متر عرض، بنتكلم على مناظر من الحياة اليومية من أجمل ما يكون. ما يميز المقابر عن غيرها بدقة تفاصيل مناظر الحياة اليومية. منطقة كوم الشقف من أهم المناطق الأثرية في الإسكندرية. I'm very excited to show you this place today because unlike so many decades past, we used to go inside and smell the humidity and see a lot of water, and there was even a part of the tomb that was completely inaccessible. In 2017, a very ambitious project started to do a complete pump out of the waters from here and drying up this place. 2 years, they finally managed to completely lower the water level that was completely affecting and endangering this catacomb. And this project was inaugurated in 2019. معبد اليهودي في اسكندرية بناه المصريين في القرن الـ 14. مصر رممت هذا المكان وتم افتتاحه في 2020. أستاذة ماجدة هارون، أول مرة تدخلي معبد إلياهو هامبي في اسكندرية بعد ترميمه؟ لا، أنا كنت هنا في الافتتاح. إحساسك كان إيه؟ إحساسي كان بصراحة كنت بعيط من الفرحة، بدأتي بتهتم بيا. الدولة دي فيها حجارة أنا ملاحظ مختلفة عن بقية المعبد. دي أنقاض المعبد القديم، وهما بيرمموا اكتشفوا يعني الفتحة دي ما كانتش موجودة. أكرم أباك وأمك، لا تخطب، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي ما يملكه جارك، لا تنطق باسم الإله الرب باطلا. الاسم بتاعها كنيسة السيدة العذراء، إنما الأشهر المعلق، معروفة الكنيسة المعلقة.
أولا ليه سموها كنيسة معلقة؟ سميت للكنيسة المعلقة لأنها بنيت على برجين من أبراج حس بابليون اللي هو كان حس روماني بيرجع للقرن الثاني الميلادي. فالترميم الأخير ترميم شامل، قاموا بترميم هيكل التحتي والبنية التحتية للكنيسة وشفط المياه. قبل الترميم كانت المياه بتغمر الحصن، ما كانش ممكن حد يخش فيه يعني على ارتفاع كبير. كان في مياه ما حدش يقدر يخش من البوابة دي. طبعا الحضارة هي أن يبقى عندك حرية تمارس عبادتك في وجود عبادات أخرى يعتقدها آخرون. على هذه الأرض كل يوم تمارس حرية الأديان، كل واحد له الحق يمارس ما يعتقد. الكنيسة المعلقة كانت أول مقر بابوي لبابا الإسكندرية بعد انتقالها من الإسكندرية للقاهرة، بتضم العديد من رفات القديسين، أيقونات المسيح عليه السلام والسيدة مريم. تم افتتاح الكنيسة المعلقة مرة أخرى للزوار بعد ترميمها في 2014. كنيسة المغارة للشاهدين سيرجيو صواخس الشهيرة بكنيسة أبي سيرجا مصر القديمة بتعتبر من الكنائس المهمة في مصر في رحلة العائلة المقدسة. كنيسة اتبنت في أوائل القرن الخامس الميلادي أو أواخر القرن الرابع الميلادي، اتبنت فوق المغارة اللي احتمت فيها العائلة المقدسة. الكنيسة مبنية على الطراز البازيليكي وترممت مراحل عديدة في التاريخ، لكن من أعظم مراحل الترميم اللي تمت في العصر الحديث تم ترميم الكنيسة ترميم شامل لكل الحوائط اللي هي الجزء الإنشائي وبعدين الجزء المعماري في التشطيبات بتاعتها بموافقة هيئة الآثار. وجي قداسة البابا توادرس الثاني افتتح الكنيسة في 2016. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. بهذا المكان الرمز التعبد من أجل الحصول على لقاء كريم مع الله في الآخرة، والتعبد من أجل حياة أفضل عن طريق الحصول على العلم. الأزهر، الجامع والجامعة. الله أكبر. الجامع اتبنى 970، يعني في اواخر القرن العاشر. ايوه. وخلص في سنتين. ايوه. يعني افتتح 972. ايوه. اقيمت اول صلاه فيه 7 رمضان الموافق 21 يونيو 972. الترميم الاخير اللي حصل من 2015 ل 2018 لحد ما افتتحوا فخامه الرئيس السيسي مع صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان، افتتحوا يوم 6 مارس 2018. كانت كل حتة في الجامع تم الاهتمام بيها. متحف الفن الإسلامي هو أكبر متحف للأثار الإسلامية على مستوى العالم. في يناير 2014 تعرضت منطقة المتحف لهجمة إرهابية دمرت واجهة المتحف وأكثر من 170 قطعة أثرية من مقتنياته. بعد كده تم تجميعها وترميمها بأيادي مصرية إلى أن تم إعادة افتتاحه في 2017. مسجد الفتح بحي عابدين واحد من أجمل المساجد اللي بتبرز فنون العمارة الإسلامية. ترميم المسجد شمل كل جوانبه علشان يرجع لصورته الأصلية، وفي 2020 أصبح جاهز بعد 3 سنين كاملة من الترميم. ده متحف المركبات الملكية في بولاق، أنشأه الخديوي إسماعيل في القرن 19 عشان يكون في البداية جراج للمركبات الملكية، بعد كده اتحول لمتحف من أهم متاحف مصر السياحية. المبنى كان مهمل، كان تعبان جدا، لغاية الحمد لله ما اترمم وافتتحه السيد الرئيس في 31 أكتوبر 2020. المتحف ده يعتبر من أهم المتاحف النوعية في العالم. هنا قصر البارون، أحد الشواهد على تاريخ حي مصر الجديدة. أنا اسمي عنتر جاد الكريم أحمد عبدالله، من مواليد أسوان، عندي 79 سنة. هنا أصلاً خالي كان شغال طباخ القصر وأنا كنت صغير معاه وكنت عايش في القصر برضه.
اول مره دخلت هنا فيها، فانا عايز اشوف اللي فوق ايه. فكان في حفله عندنا هنا، فانتهزت فرصه رحت طالع على فوق، هم كلهم تحت. طلعت انا بقى فوق ونزلت كلت علقه من خالي تحت، لان ممنوع اطلع بقى فوق هنا. القرار الخاص بانقاذ هذا المبنى سنة 2017 بدأت عملية الترميم واستمرت لحد ما قام فخامة الرئيس بافتتاح المشروع عام 2020. عملية الترميم للمبنى التاريخي دوت انقسمت لمرحلتين، المرحلة الأولى اللي هو تدعيم الأساسات، بعد كده الجزء الثاني بقى اللي هو عملية ترميم العناصر الزخرفية اللي موجودة. الاستخدام الآخر احنا عملناه معرض بيحكي قصة تاريخ مصر الجديدة بالكامل، تم توفير 175 مليون جنيه لهذا المبنى لترميم المبنى وإنقاذه ثم إعادة تأهيله. عام 2020 تم تطوير ميدان التحرير، أشهر ميادين مصر المرتبطة بتواريخ خالدة في حياة المصريين. قريب قوي هيقدر كل زائر يشوف الطريق التاريخي العظيم، طريق الكباش. لأول مرة متاحف آثار في شرم الشيخ والغردقة من أجل زوار المدينتين. متحف الحضارة بيحكي تاريخ الحضارات اللي نشأت على أرض مصر، والنهاردة يتم افتتاح قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات. الأهرامات أشهر موقع أثري في التاريخ بعد تطويره، والآن يترقب الجميع الإعلان عن موعد تاريخ افتتاح المتحف المصري الكبير، أكبر متحف لحضارة واحدة في العالم. فلنجمع تراثنا قبل أن يلحقنا الموت لنسلمه لأبنائنا. دكتور خالد العناني، إزاي نشأت فكرة متحف العواصم؟ الفكرة نشأت من أكتر من سنتين لما السيد رئيس الجمهورية وجه بإنشاء مدينة للثقافة والفنون، وقال إن أول حاجة تتعمل فيها متحف. ما لقيناش أحلى من فكرة متحف عواصم مصر، بنحكي فيه أهم العواصم اللي مرت على مصر. نفسي طبعا نشوف بعين حضرتك كل الكلام اللي بتقول عليه داخل المتحف، بس حضرتك رفضت. لا، هي مفاجأة، المتحف ده مفاجأة كبيرة احنا محضرينها. هنخلي الضيف المصري والأجنبي اللي هيجي هنا في العاصمة الجديدة نقول له قد ايه احنا معتزين بتاريخنا وحضارتنا، وان اول حاجة اصبحت جاهزة بنسبة 100% النهاردة في مدينة الثقافة والفنون هي المتحف والمكتبة. ليه؟ لان احنا قلنا العاصمة الجديدة تساوي دولة جديدة مبنية على العلم والثقافة والفنون. المصري طول عمره بنى شاطر، المصريين بيبنوا والبنى بيعيش آلاف السنين والأجيال. مصر بتبذل جهود جبارة للحفاظ على آثارها لكل الإنسانية، في نفس الوقت بتبني الجديد. اللي بيتعمل النهاردة بيصنع التاريخ والمستقبل. How beautiful is our country, how great is our history. A sense of pride of the treasures all over Egypt. This pride is even intensified by the presence of an aware political leadership represented by His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi. A political leadership keen on representing Egypt in the best way possible, creating a future filled with opportunities for all Egyptians while preserving the history and heritage of Egypt to the future generations and to the whole of mankind. Such efforts have borne fruit in an unprecedented time because this was done by experts and professionals in all fields. Dear guests, please welcome with me His Excellency Dr. Khaled El Anani, the Minister of Tourism and Antiquities. In the name of Allah, most compassionate, His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi, President of Egypt, ladies and gentlemen, guests of Egypt, millions
of those who are lovers of the Egyptian civilization in Egypt and worldwide. The movie only showed the case, a very tiny bit of the whole file of the civilization efforts, and the documentary was only showcasing how we took interest in all of the civilizations regardless of the historical era, religion or geographic location. Throughout the past few years we were able to open and develop more than 20 museums, restore more than 100 monumental sites. The Grand Egyptian Museum took a leap and it is about to be completed. The number of monumental excavations exceeded 30 pre-corona, that actually led to very important monumental explorations behind which whole generations of archaeologists, restorators, and I have the honor to work with this team. I would like to note that during the coming phase, openings of museums or sites shall be successful. And we completed 100% of the Egyptian museum in the new administrative capital, and we have a notable advancement in Muhammad Ali Museum and also in the Greco-Roman Museum in Alexandria, and we are working on the festival or the celebration of the global event of opening the Grand Egyptian Museum, that in which we have a whole host of Egyptians and public figures as well as foreign figures, leaders of the world, to attend this celebration. Your Excellency, I would like to extend my sincere thanks to your constant support to the tourism, your personal and constant support and monitoring of the file. The financial support that is unprecedented, designated to the tourism file, and also you adopted the idea of organizing the mummies parade. When I introduced it to you, introduced this idea to you in 2019, and you were very clear that the event will come to light adequately and cover all of the points of the journey of this parade. And the most important point is that you honored us with your attendance. It's a civilization unique, tourism in Egypt. It is unprecedented and it will not be recurrent. That actually underscores that the Egyptian state puts our civilization on top of these priorities, and it takes pride in our predecessors. So during the past few days, nothing that over echoes the mummies parade, and we have 400 cameras, Egyptian journalists and news agencies, and I'm sure and certain that this event will promote Egyptian tourism worldwide, and also it will connect more between the Egyptians and our tourism. We have four champions of this event, 22 mummies of kings and queens, led by Skenan Ra, who actually launched the war against Texas, after which other mummies, and they are taking the final journey, and they were prepared properly. What do you mean by this final journey? Did they move before? Yes, they moved several times. So during some weak eras, they were collected and they were buried in two caches in Luxor. And when they have been discovered at the end of the 19th century, they moved to Boulak. And after that, it had been moved to a palace in Giza. After that, it had been moved to Al Tahrir Museum until 1902, until 1930, where they actually moved to the tomb of Saad Zaghloul. So today we are giving them the final journey. They will be displayed properly, scientifically. That provides them with the necessary awe. Everybody asks me the question, why the mummies did not go to the Grand Museum and to the NMEC? When the cultural leaders thought about it, they considered creating a museum by the pyramids with the champion Amun, and another museum with the champion of the royal mummies. So the tourism
is going to go to Al Tahrir Museum to see all the main artifacts and then to the NMEC in order to watch the Egyptian mummies. And I would like to thank them very much for the idea of creating those ground museums. The idea of setting up the museum had been set up in 1980, and I would like to welcome Her Excellency, head of the UNESCO, and the two ministers of tourism, the Saudi and the Greek. And then the founding stone had been put in 2002, but it stopped in 2011, and the inauguration of the temporary hall had been inaugurated then. NMEC is a grand project. However, I'd like to tell you that all what you see is Egyptian design. My archaeologists and monuments, my colleagues in the ministry, actually, they are in charge of this display. And I would like to thank very much the armed forces body of the projects. And today, His Excellency the President inaugurated the central hall, which tells the Egyptian civilization throughout the eras. And also the mummies hall received the sarcophagus. However, we are going to open it to the public in 18 of April, because the mummies need some preparation until they are displayed to the public. The third champion after the mummies and the NMEC is the Tahrir Museum, which had been inaugurated in 1902. And I would like to reassure you that it will not die, but rather it will be restored. But the major champion that embraces all of us is Cairo, the beautiful Cairo that is dressed in a new garment, impressive, dazzling. And I'd like to tell you that the Royal Mummies Parade contributed to the beautification of Cairo, because we developed all of the landmarks through which the parade shall pass under daily supervision of His Excellency Madbouli, the Prime Minister. And he took personal visits to all of those places, including the Egyptian Museum and the NMEC. And last but not least, I would like to extend my sincere thanks to all of my colleagues in the government and all of the entities of the state that took part in the development efforts until this event came to light. And I'd like to thank the Egyptian company that organized this unique event. And from here, I would like to stand and reassure the whole world that we know very well the value of our heritage, and we don't actually spare an effort in order to preserve it. I wish you to enjoy the golden parade of the mummies. Thank you very much. And now the long-awaited moment, the cultural, historical event that is the most important for the year 2021, an unprecedented event where efforts were exerted by all state institutions and volunteers, the heads of the orchestra, the artists, decor designers, interior designers, directors, youths of universities, all of them are Egyptians who have volunteered to organize the event. Throughout months of continuous work, they cater to all artistic details. In just a few moments, we will witness the final and last movements and procession of the mummies throughout the streets of the Great Cairo. Your Excellency, President Abdel Fattah el-Sisi, we are about to start the Golden Parade of the Royal Mummies. أنا اللي لعمري ومكلي ولا ملي، أنا اللي في وش زماني وقفت ولا تهزي، أنا الفكرة اللي
عشزني انا الموضوع انا الصوت اللي وقت الزمر كان مسموع انا اللي في وش زماني وجدت ولا تهزيه انا الفكرة اللي عايشة سنين انا الموضوع انا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع حضارة عمرها ما تموت تاريخ عمره وعمر الأرض أنا الشمس اللي بعد تموت ونورت الطريق للكون أنا مصر اللي بنقيه ميزان الدنيا دي يختلف
great. The miracle of ancient Egyptians is that they are great, even according to modern standards. Given all the advancements achieved by the human race in sciences, in arts, yet the ancient Egyptian civilization is still capable of mesmerizing us by all its mystery and secrets, secrets that are uncovered day by day. And to this day, its discoveries echo across the whole world. And when we head to any destination and we say we're Egyptians, people's eyes sparkle. And with a voice full of enthusiasm, they say Egypt, the land of enchantment, the land of beauty, the land of history. When people from all over the world seek the roots of civilization, they end up here in Egypt, Umm al-Dunya, mother of the world. The Pyramid of Cheops, the most significant of the seven wonders of the world, standing tall for over 4,500 years, and to this day, scientists and scholars find it an unresolved mystery. How were the Egyptians able to build something as grand and meticulous as such, with tools considered to be less than primitive compared to the technology of today? The answer is simple. Egyptians were able to build this giant edifice with intellect, with knowledge and skills, and more importantly, creed and faith, belief, faith. Those are the true secrets of immortality. Well, those are the Egyptians, simply. Across millennia, people from all over the world have been arriving here just to visit this great monument, the construction of which is considered an architectural miracle of a genius architect and an inspirational artisan, intricately using an exceptional palette of radiant colors and inscriptions. Deir al-Bahari Temple, built by Queen Hatshepsut, the most prominent queens of Egypt and the whole world, built 3,500 years ago in the embrace of the mountain in West Luxor. Hatshepsut testifies to the greatness of Egyptian women, their cleverness, skillfulness, wisdom, and resilience. During her reign, architecture and construction flourished, and her remarkable monuments stand tall to this day. And so she's the origin of the Egyptian proverb, a woman as strong as 100 men. The Egyptian proverb also said that Egypt is extremely fertile, and as it provides talent and creativity, civilization and culture, that's why Egypt is rich in antiquities, because it's the first land that experienced stability and prosperity. Maybe one of the most famous discoveries that mismurmured the world on the land of Egypt was the tomb of the young pharaoh Tutankhamun. The archaeologists discovered the entire contents of the tombs. The mummy was mummified, very well preserved in its unique sarcophage, and its golden mask is still glowing as it was just crafted yesterday. Just imagine, one single tomb is holding more than 5,000 artifacts. Most certainly we need to be exhibited in a grand museum, just like the one we are witnessing. It is going to be displayed first in the Grand Egyptian Museum, which is the largest cultural and civilization project in the 21st century on the land of Egypt. For thousands of years, people have been wondering how ancient Egyptians managed to build such a great civilization. How could they sculpt architectural marvels out of rocky mountains using just some primitive tools? How was the pyramid built? The sun aligns itself on the face of Ramses at a specific time every year. But how? For thousands of years, people have wondered what's the secret of the ancient Egyptians, until about 200 years ago, when Champollion, the French Egyptologist, finally managed to decipher the hieroglyphic scripts through the Rosetta Stone. The truth was so simple yet so astounding. The mystery of ancient Egyptians is not in a papyrus, nor is it inscribed on a mural. Their secret is not limited to their knowledge of astronomy, medicine, or engineering. The greatest secret behind ancient Egyptians lies right here, in the heart. A deeply rooted
creed and faith resided within the heart of the ancient Egyptian, marked by values of love, justice, good, and peace. The ancient Egyptian believed in the concept of Ma'at, the universal order, which favors good, truthfulness, justice, and equality, rejects chaos, evil, and injustice. Ancient Egyptians believed in the concept of reward and retribution, as well as life after death and final judgment. Not only did ancient Egyptians master engineering, medicine, and mummification, but through their faith and creed, the ancient Egyptians possessed the key to life itself. Ancient Egyptians understood the soul, and they had faith in the purity and eternity, and they understood that the body is a trust and they have to maintain it. When the soul departs to its creator, all the construction, building, architecture, astronomy, and all the mummification mystery was all motivated with the faith in verity, justice, resurrection, accountability, and immortality, hoping for an afterlife, an ideal life void of conflicts and evil, an eternal heaven accommodating those who have done good. If we look around to everything that we've accomplished, we will realize that everything started out merely as an idea, a seed that sprouted within one's imagination, one who had a dream of shaping life differently. His belief in the idea pushed him to strive to achieve it. Through knowledge and skillfulness, he turned the dream into reality. Imagination and creativity are the secrets behind history's first integral stone building and the first pyramid-shaped construction ever known to mankind. Through imagination and creativity, ancient Egyptians have adapted their knowledge, their skills, and their resources, as said in colloquial Egyptian language, to get ready for the afterlife, to leave a legacy of everlasting monuments and timeless antiquities, an absolute miracle of engineering and architecture. Yet the inscriptions there are our true heritage. These are the voice of the human living conscience that attests to our pure instincts ever since the beginning of creation. The faith of ancient Egyptians created their civilization, built their nation, the oldest fully integrated civilization known to history. Their faith and doctrine fortified their power, and their army was by far one of the most powerful armies. It protects and safeguards people and honor, and their antiquities that are still standing tall is a witness of their greatness that emerged from their faith, and their civilization is recounted throughout history as a glory humans take pride in. And along the course, it shall remain as the compass, the energy source of inspiration for all humanity.
تزل يقظانة العينين صلبة القدم في الأرض كالجبل وفي السماء
Thank you.
الجبل.